برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا هد أعصابك شوي سل صيامك يا عيني هد أعصابك شوي سل صيامك يا عيني جاوب واربح هدية في المسابقة اليومية بالكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور بالكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور في الشوارع والطرقات والمحلات التجارية الشوارع والطرقات والمحلات التجارية حي المجلس المحلي والتلفزيون الجماهيري بالكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور بالكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور في الشوارع والطرقات والمحلات التجارية الشوارع والطرقات والمحلات التجارية حي المجلس المحلي والتلفزيون الجماهيري برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا كلك رقة وإحساس يلي تسهر معنا برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا أعزائي المشاهدين نحن وإياكم هنا في سوق هشام وعصام الخضار والفواكه وأيضا سوبر ماركت هشام وعصام حملات خاصة ومميزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك باسم أسرة البرنامج وباسم المشاهدين نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للسيدان هشام وعصام على دعمهم المستمر والمتواصل لدعم برنامج مع الناس. إذن أعزائي المشاهدين حملات خاصة ومميزة والبضاعة والفواكه والخضار من الحقل إلى الزبائن بجودة عالية هنا في سوق هشام وعصام للخضار والفواكه نكمل وإياكم برنامج مع الناس. إذن أعزائي المشاهدين نكمل معكم برنامج مع الناس ونحن في سنتر ناس أجواء خاصة ومميزة من كل رمضان كريم كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. نتعرف عليك مهند عسلة. أخ مهند بهالأيام الفضيلة الأيام المباركة والله عيد بكفر قرب رمضان عيد عيد الحمد لله كل سنة وانتم سالمين إن شاء الله نعم ينعاد عليكم انتم بألف صحة وخير وبهالأيام المفضيلة المباركة يعني إيش بتحب تقولها للبلد لعائلتك يعني كيف شعورك هيك برمضان إن شاء الله أنه الله بيهدي البال للجميع وكل سنة وانتم سالمين والله يعيدوا علينا بالصحة والعافية إن شاء الله شفتك مشتري حلاوي حلاوي للسحور ان شاء الله تحب الحلاوه بالسحور كثير بحبها مليحه عاده شو بتحب شو بتاكل اللي بتاع السحور حلاوه طمر مي شمينت برضه مليح كله مليح متغذي يعني مش مكان مش مكاني لا لا يعني لا. حافظ الدرس لا الحمد لله الحمد لله وشو اول يوم طلبت هيك من زوجتك تحضر لها بعد مش طالبين لحتى هسه والله في هيك اكل بي رمضان بتستنوا فيه مش السلطه والشرب والحمد لله باقي بيجي الحمد لله الحمد لله. الحمد لله هدية مقدمة لك من سنتر ناس وأيضا هدية مقدمة لك من المحاسب لؤي عليمي وهدية أخرى مقدمة لك من الحاجين سعد وسعيد عسلي طبعا كيف أنت والصلاة الحمد لله الحمد لله رب العالمين اعتمرت حجيب نعم إن شاء الله على الطريق السنة السنة مش السنة نعم إن شاء الله ربنا بفرجها طيب كم صلاة تعطيك أنا خيارات كمان هدية زي ما قلت لك من سنتر ناس واحنا بنذكر اعزائي المشاهدين سنتر ناس عنوانكم للتوفير اكيد وايضا هدية بعطيكم من هدية مقدمة لك من لانس كافيه كفر قرع مدخل القرية حملات خاصة وسهرات خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والسؤال بيقول هيك كم صلاة تساوي الصلاة في المسجد الحرام كم الف كم صلاة عاد السؤال مرة السؤال بيقول هيك كم صلاة تساوي الصلاة في المسجد الحرام تساوي الف 100,000 صلاة عن الصلاة العادية طبعا ب 200,000 صلاة وبين كثير هيك نقول جيم ألف وباء لا 100,000 ألف وباء إجابات خاطئة لا 100,000 100,000 متأكد عيد الأجوبة أخرى مرة الأجوبة بس الأجوبة ألف 100,000 صلاة ب 200,000 صلاة وجيم الإجابة ألف 100,000 ولو 100,000 مش كثير
لا 100,000. في العافية. في العافية. ألف مبروك عليك هذه مقدمة لك البرنامج. بارك الله فيك وكل سنة وأنت سالمين إن شاء الله. تحياتك لمين؟ للجميع إن شاء الله ولأهل بلدك وفر كارع وكل سنة وأنت سالمين إن شاء الله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. نكمل معكم أعزائي المشاهدين برنامج مع الناس وأجواء رمضانية خاصة هنا في كفر قرى. نحييكم بأجمل وطيب تحية. نكمل معكم ونقول رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. نتعرف عليك. عبد الرحيم محمد مصاوي. الكل انتظر رمضان وانت اكيد. ليش انت يعني انتظرته؟ لأنه شهر خير وصيام وبركات. إلا في شيء خاص مميز انت انتظرته بعد؟ ايش أكثر شيء بتحب رمضان؟ بحب الجمعة. جمعة العائلة كل يوم على الإفطار. على الإفطار شو بدك أول يوم تفطر؟ والله مش عارف، حسب شو الحجة بتحضر. الأكل المفضل عندك برمضان؟ كثير أشياء. كثير أشياء. كثير أشياء. إشي الأكثر أكثر إشي؟ بجوز دجاج محشي مع شوربة مع سلطات. شايف عاد. حلو. طيب شو بهالأيام الفضيلة إيش بتحب تقول لأهل البلد؟ لعائلتك لأصدقائك، إلا في يعني إشي خاص مميز في رمضان تقوله؟ إن شاء الله إنه ينعاد علينا بخير وحب وحلاء وبدون ولا أي مشاكل، وإنه كل البلد يظلهم يحبوا بعض ويظلوا بروح رياضية مع بعض وما حدا يتعصبان. أهم إشي، أهم إشي ما حدا يتعصبان. والله يعني عابد، والله كلام مش من فضة، من ذهب. الحمد لله رب. كلام من ذهب. وبهالايام الفضيله احنا هديه مقدمه لك من حلويات الناصره في كفر قرع، وهديه مقدمه لك من ستة ناس وسوق هشام وعصام للخضار والفواكه، بيقدم لك هديه وهشام وعصام طبعا، ولانس كافيه بيقدم لك كمان هديه. السؤال بيقول لك هيك: في اي سنه ميلاديه ولد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي باي سنه ميلاديه ولد؟ بقول لك يا بالعامي، الف في عام 1005 في عام 570 ميلادي، ب في عام 571 ميلادي، وجيم في عام 1572. بخربطات حسب اعتقادي ب هو الجواب الصحيح. خير الامور الوسط. طيب انا بدي اساعدك، ما تقوليش اني خربطتك، بدي احذف لك جيم. 572 خطا بضل عندك 570 او 571. خلينا على باء. بس باء. انا غيرت، ممكن اساعدك. باء. باء. مصر. مصر. يا بتزبط يا لا. احنا من حيك كانت مقابلة حلوة وجيدة ان شاء الله، واحنا حبينا نبارك لك بالهدية، وفعلا منبارك لك بالهدية. مبروك عليك الهدية. رمضان كريم. شو بتحب تقول للمشاهد؟ ان شاء الله انه بينعاد علينا اخرى مره بالصحه والسلامه وهدات البال وطول البال، اهم شيء ان شاء الله رب العالمين. مبروك مبروك. اولئك هم الفاسقون، لا يستوي اصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام،
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين نكمل معاكم برنامج مع الناس من كورة رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. أتعرف عليك محمد يحيى. أخي محمد يعني بهالأيام المباركة ونحن هنا في سوبر ماركت هشام وعصام، اولا يعني ما هي يعني تطلعاتك وامنياتك في هالشهر الفضيل؟ يكفي بخير لكل الجميع وجميع الناس، بقول لهم كل عام وانتم بخير. احلى شيء برمضان ان شاء الله صوم ريح على الجميع. شو رايك رح يكون ريح؟ يعني انا رايي لا. الكل متخوف حم. شو متخوف؟ ما هو مبين الحم، الحم موجود. لما الواحد بيشرب 2 لتر في اليوم يمكن ما اكثر يبكي حامي كثير. بالنسبه لك احلى شيء برمضان؟ احلى شيء برمضان بالنسبه لي فيش شيء حلو هيك مميز بالقعدات الاكلات الجمع جمعة الاهل. وخطط انت شو اول طبخه بدك اياها باول يوم؟ والله انا مش مهم عندي، المهم مي مش واللي موجود. احنا بنحييكم كلك رمضان كريم، كل عام بخير. يا هلا فيكم. أعزائي المشاهدين نكمل معاكم برنامج مع الناس من كل رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. نتعرف عليكي؟ ليان عكاب زحالكة. ليان أنا قبل أيام التقينا بحضرتك، كنت بمسابقة الإبداع، كنت في مجال الرسم والفن وحققتي نتائج ونجاح كبير. أولا يعني حبينا تعرفين على هوايتك، هواية الرسم، يعني من وين بدأت؟ بدأت لما بكيت وأنا صغير، لما أبوي بكى يخرفني على المعارض حبيت أرسم، مثلا حبيت أرسم لأنه المعارض بكيت أفسرها أنه إيش أشياء ثانية، أنه بس هي متعلقة بالرسم ومش أشياء ثانية غير شرط أنه الرسم إشي يعني هيك، وبدأت أرسم بالأشياء اللي بشوفها. حلو. إيش أشياء يعني أكثر إشي بالرسم بتحبي؟ إيش بترسمي أنت؟ آيات قرآنية. آيات قرآنية. ويعني حابين نسألك بهالأيام يعني وين حابة توصلي بهذا المجال؟ تكون يعني فنانة محترف في الرسم يكون احتراف بالنسبة لإلك؟ يعني حابب أصير لما أكبر من أعظم الفنانين، يعني أفتح معرض. إيش راح ترسمي غير الآيات والقرآن؟ حابب أرسم الطبيعة ومناظر طبيعية، وحابب أرسم سفن ويعني مظاهر طبيعية نادرة. وإحنا اليوم برمضان، شو بتحبي تقولي لأهل البلد، لعائلتك، لبنات صفك بهالأيام الفضيلة؟ إيش بتحبي تقولي؟ رمضان كريم، كل عام أنت بخير. تحياتك خاصة، في أكيد في تحية خاصة لمين بتقدميها؟ لأهلي وعائلتي. إحنا بنحييكي رمضان كريم، كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير. شكرا. أعزائي المشاهدين نكمل معكم برنامج مع الناس من كل رمضان كريم، كل عام أنت بخير. أنت بخير، سلم عمرك وسلم كل المسلمين يا ربي، وعيدوا علينا المغان. أعزائي المشاهدين نحن نكمل معكم هنا في سنتر ناس. سنتر ناس عنوانكم للتوفير أكيد، حملات خاصة ومميزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ملان حملات أسعار خاصة. عنوانكم للتوفير أكيد في سنتر ناس. خالتي طبعا أكيد خططتي للأكلة الأولى في أول يوم، شو كنت بقى؟ طبعا هي الأكلة المفضلة، يا مكلوبة يا ملوخية، يعني اللي بيحبوها الأولاد طبعا مع الشوربة. في الملوخية والمكلوب برمضان بتميز عن المكلوب والملوخية بأيام ثانية؟ يعني هي للجمعة، يعني كل الأولاد يبكوا والبنات بفطروا عندي؟ كلهم بفطروا عنا. أحلى شيء برمضان؟ أحلى شيء كل الوقت، يعني إن شاء الله خير إن شاء الله. أحلى شيء برمضان بالنسبة لإلك؟ طبعا اللمة وذكر القرآن والتهليل هاي الأشياء أهم شيء بهالأيام السعيدة والمباركة. شو بتحبي تقولي لأهل البلد؟
الله يهديهم ويوفقهم ويديم الصحة على كل المسلمين وعلى كل أمة محمد، وإن شاء الله ربنا بيهديهم للخير وطاعة الله ويرفعوا في الناس اللي شوية وضعهم. هدية مقدمة لك من حلويات الناصرة في كفر قرع، وأيضا هدية مقدمة لك من لاندس كافيه ومخبز أبو علي بقدم لك هدية. بدي أسألك سؤال ريع مع خيارات ألف باء وجيم على أساس برضو المشاهدين يعني يعرفوا المعلومات. السؤال بيقول هيك، والسؤال بيقول هيك: في أي سنة كانت غزوة مؤتة؟ ألف 8 هجري، باء 9 هجري، وجيم إجابة رقم ألف وباء خاطئة. باء حرب الباء في سنة كمان مرة. السؤال بيقول هيك: في أي سنة كانت غزوة مؤتة؟ غزوة مؤتة كانت ألف في 8 هجري، باء 9 هجري، وجيم ألف وباء خاطئة. باء 9 هجري. طيب أنا بديش تكون خربطني، بدي أحاول طلع، إحنا بنحاول برضو إنه كل المشاهدين يربحوا وينبسطوا، ما تكونش خربطتك، ممكن يكون صح. ركز أخرى مرة، جواب نهائي: في أي سنة كانت غزوة مؤتة؟ ألف 8 هجري، باء 9 هجري، وجيم ألف وباء خاطئة. نهائي ألف باء هجري. يعني اللي خايف مش متأكدة من السؤال. طيب ألف بدي أكمل لك جيم، ألف ولا باء؟ باء. وبعدين قلت باء. ألف. طيب يلا بنخلي لك إياها ألف. نهائي. ألف نهائي. بس مش تقولي إني خربطتك. طيب أنت حر. هذا الموجود. أنا قلت لك باء برضو، قلت لي خلاص صار عندي شوية وشوش خربطتك. نهائي. ألف ولا باء؟ باء. انت احسبها زي ما بدك. خلاص باب خلاص بدي ربحت ربعت نستفيد من الناس. انا خالتي بقول لك حظ اوفر لانه الف صح 8 هجري. الف مبروك على المشاركه وحظ اوفر على الهديه. كل عام وانتم بخير. بخير يسلم عمرك. تسلم. اعزائي المشاهدين نكمل معاكم من كوره رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بالف خير. يعني طرف حضرتك وماذا تقدم لأهل البلد بهالأيام السعيدة؟ محمد مصطفى يحيى من كفر قرع، سكرتير المدرسة الابتدائية ألف، موظف المجلس المحلي، ببارك لجميع الأمة الإسلامية بقبول ابتداء من غدا شهر رمضان إن شاء الله، وأن يكون بالبركة وللجميع والطمأنينة، وبطلب من أهل البلد جميعا أن يتحلوا بالصبر والتسامح في هذه الفرصة، وكذلك أتمنى الاستقرار لجميع أمتنا الإسلامية والدول العربية وبشكل عام في مصر وسوريا، وكل الأوضاع إن شاء الله تكون تتحسن يا رب. وعم محمد يعني بهالأيام السعيدة المباركة أحلى إشي برمضان بالنسبة لك؟ أحلى إشي طبعا اللمة بعد الفطور وصلاة التراويح وصلة الرحم الحمد لله رب العالمين، وإنه يكون الناس كلهم بخير. احنا بنحييكم كل عام رمضان كريم. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. سلام.
أعزائي المشاهدين، نكمل معاكم برنامج مع الناس من كورة رمضان الكريم. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. تعرف عليك؟ عدي صعبني. عدي صعبني. أولا عدي، يعني بهالأيام الفضيلة، الأيام المباركة رمضان، شو بتحب تقول لعائلتك لأصحابك؟ بحب أقول للجميع كل عام وانتم بخير، ويكذوا رمضان بالعبادة طبعا، ويصوموا ويعملوا أشياء مليحة يعني. وأحلى إشي برمضان بالنسبة لك شو؟ الجمعة مع العيلة، والفطور طبعا والسحور، وهاي هي، والعبادة يعني، والصلاة التراويح بالذات. هدية مقدمة لك من هشام وعصام، سوق هشام وعصام للخضار والفواكه، قدم لك كرتونة كاملة طين من النوع الفاخر. وكمان هدية مقدمة لك من سوبر ماركت هشام وعصام، مشروبات 2 كرتون. ركز معي بس بدك تعرف لي السؤال تبعي. السؤال بيقول هيك، اول شيء انت شو بتعرف عن الوز؟ الوز الوز بعض امرار ماله بعض بفترس وباكل طبعا حبوب تعرف بالذات، وهي طبعا منكره احمر. خلص منكره احمر. منكره احمر كل الوز منكره احمر؟ لا، التورة منكرهم احمر. الاناث بيجي زي سكني. زي ولا سكني؟ سكني اسود. هيك انت كانك متخربط بين المنكار وبين الرجل. لا لا، المنكار الخشم يعني. الخشم احمر وفي منه بيجي سكني. طيب شو اخرى تعرف عن الوز؟ بيسبح بالماي. تسألني ولا بتجاوب؟ لا بجاوب. بيسبح بالماي. بيسبح بالماي. بيسبح بالماي. طيب اذا احنا كنا، هو كريب الوز كريب على البط ولا على الدجاج؟ على البط. على البط. طيب البط شو بيسوي؟ برضه بيسبح. الدجاج ما نقول احنا الدجاج شو صوته؟ بكاكي. بكاكي. الوز شو بسوي؟ وزوز. بوزوز. بوزوز. ليش يعني بوز؟ من وز بوزوز. شو من وز بوزوز. ألف مبروك عليك، هدية مقدمة لك من هشام وعصام. تحياتك بهاليوم الفضيل بهالأيام، يعني تهنئة بتقولها لمين؟ طبعا لأصحابي ولأهلي، وبتمنى برضو النجاح لأن احنا في السفيه في عندنا امتحانات. أتمنى لهم النجاح بالامتحان، بروح على الامتحان صايمين يعني فيش حد يفطره، وإن شاء الله هي توب يعني. وإحنا منحييك على مقابلتك، كل عام وانت بخير. انت بخير. مبروك مبروك. من برنامج مع الناس، وبرنامج مع الناس بحييك. رمضان كريم. أهلا وسهلا. نتعرف عليك. محمد حبايب. والله يا أخي محمد، يعني مش مجاملة. استش معي وقت. إذا مش مجاملة ضحكتك بتسوي الدنيا ما فيها. تسلم. احنا بنحييك برمضان. الله يخليك. اولا يعني شافك انت بتتبضع وبتشتري. اي نعم. كيفك رمضان تلاكي؟ انا احلى اشي برمضان، شو بتقول للناس برمضان؟ كل عام وانت بخير، وان شاء الله يعم الخير بكل كل المنطقة. حلو. احلى اشي برمضان انت شو بالنسبة لك؟ بشوف انه اجا الحمد لله، وانا بخير. أجل. والجميع بخير. نعم. في أكل مفضل برمضان بتحبه؟ بالضبط. لا، استيك لحم. استيك لحم. منين ورثته هذا؟ بس أمي بتعرف تسويها أحسن شيء يعني. أحلى شيء. مش بالمطاعم. أي نعم. طيب إحنا منحييك. وفي معنا سؤال من البرنامج ريح. سؤال ألف باء وجيم. ده بجاوبنا عليه صح. وتوز معي بعدين مقدمة لك من سنتر ناس، وأيضا حلويات الناصرة في كفر قرع بقدموا لك هدي. ركز معي. ما اسم الصورة التي أطلق عليها صورة القتال؟ صورة القتال. نعم. ألف هي صورة الأنفال، باء صورة البقرة، وجيم صورة الفاتحة. صورة القتال. ألف باء ولا جيم؟ البقرة. بالنص يعني انت اخترت لنا بالنص ولا يعني؟ لا البقرة. صوت اسم على اسم.
طيب انا بدي اساعدك وعلى اساس نعطيك الهديه مقدمه لك من حلويات الناصره الوحيد في كفر قرع، وايضا هديه مقدمه لك من مخبز ابو علي وسنت الناس بقدم لك هديه اخرى. مره السؤال بيقول هيك: ما الصوره التي اطلق عليها صوره القتال؟ الف الانفال، ب صوره البقره، وجيم صوره الفاتحه. مش البقره ولا الفاتحة؟ الفاتحة أعتقد. أول إيش قلت لي؟ البقرة، بعدين قلت لي الفاتحة. الأنفال. لا. يا ساتر يا ساتر. ركز معي. أول إيش قلت لي؟ البقرة، بعدين الفاتحة والأنفال. بدنا جواب نهائي. لا مش الفاتحة، الأنفال. خلص. إذا غلط غلط. تروح. ركز معي نهائي، بتقول لي مش بتقول لي خربطني. اولا قلت لي البقره، بعدين شو قلت لي؟ الفاتحه. بعدين قلت لي الانفال، بعدين اخر مره الانفال. نهائي نهائي الانفال. نهائي الانفال. اذا انت مصر ابقى مصر. خلص الانفال. الانفال نهائي. اقرأ الجواب، هي سورة الأنفال. الأنفال، فعلا الأنفال هي السورة التي أطلق عليها سورة القتال. ألف مبروك عليك، هذه مقدمة لك من سنتر ناس حلوية الناصرة في كفر قرع. ألف مبروك، كل عام وأنتم بخير. أنت من أهله إن شاء الله. لمين تحياتك هيك للكاميرا؟ تحية خاصة لمين؟ وإيش بتقول له؟ لأصدقائي وبالذات لأخوي. خاصة خاصة، يعني شخص خاصة شخص واحد. أخوي اللي بالمستشفى. سلام. الله يسلمك. إذن أعزائي المشاهدين نكمل معكم برنامج مع الناس. مبروك مبروك مبروك. برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا، كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا. برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا، كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا. هد أعصابك شوي سل صيامك يا عيني، هد أعصابك شوي سل صيامك يا عيني، جاوب واربح هدية في المسابقة اليومية. الكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور، الكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور، في الشوارع والطرقات والمحلات التجارية، في الشوارع والطرقات والمحلات التجارية، حي المجلس المحلي والتلفزيون الجماهيري. الكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور، الكاميرا لف ودور بين الناس والجمهور، في الشوارع الطرقات والمحلات التجارية، الشوارع والطرقات والمحلات التجارية، حي المجلس المحلي والتلفزيون الجماهيري. برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا، كلك رقة وإحساس يلي تسهر معنا. برنامج مع الناس كل ليلة بيجمعنا، كلك رقة وإحساس يلي بتسهر معنا.